بسم الله بدينا، قلنا ناخذ 3 ساعات قبل المغرب اليوم ان شاء الله. قال هذا بدلك على طريق وفي قرى وفي نحب نستكشف طريقنا. وين نزلت يا ولد؟ تعوذ من الشيطان، قال لي طريق سهل هذا. What's name this mountain? Annapurna. Annapurna. احنا اخذنا هالجولة الحين بعد الظهر. هذه الطرق بالقرية، قلنا نشوف المسارات حقتهم، نشوف من قرية إلى قرية، ما نرجع للمنتجع تقريبا 3 ساعات. هذه مدارس أطفال على قمم هالجبال. الركاد عندهم فسحة الحين تحت أشجار ما شاء الله. كويسات ما شاء الله على الإطلالة. عشر الاف روبية هات ويس، هات والله بنحطك بالقدر الحين. وكان ميك حلال ها؟ yeah. تقدر تشري وتذبح. هذه فلاتر الماء، كيف فلترون؟ هذا سطل وسط سطل ورمل، حتى الرمل هذا ناعم وفي درجات تحت، لكن نشوف هنا كيف ينزل من فوق ويمر على كذا مرحلة علشان آخر شيء يجيب هذا للشرب. الجبال العالية فوق اللي عندهم إمكانيات شوي. يا اخوي اسرع المعزب اللي يقول تجي تشوف معي ايش بسوي، ما ادري انا من ضريح، ما ادري جده، ما ادري جراند فاذر. قلت له ما هو معبد، قال لا ما يستر من تاليها. يا الله يا الاطلال عندهم هنا، الاجواء الاشهر هذه ما في مطر.
المزارعين يجون على المنتجعات والفنادق يعني منتجاتهم اللي عندهم. This what? It's corallo, corallo. It's khasi, you know? Ah. It's like a goat. Uh-huh. Yes, man. Like a goat. We just make a goat and then we chop it. Babu. Uh-huh. Yeah, pile.